طيب تفسيرك يا كريم، هل المشكلة فنية في المقام الأول لحسام حسن هو لسه بيعتمد على مجموعة معينة من البداية، ولا كان الأفضل ليه أنه يغير في تشكيل الفريق ما بين مباراة نيوزيلندا ومباراة كرواتيا زي ما عملت كرواتيا؟ فريق لعب بلقاء تونس وفريق آخر لعب بمباراة مصر. بصوا، ما ينفعش طبعا تقارن بين تجربه حسام وتجربه كرواتيا. تجربه كرواتيا بقى لها سنين طويله مع نفس الجهاز الفني بالظبط، لكن حسام حسن لسه بادئ، وبالتالي طبعا اكيد حسام عنده المبرر اللي هو يا جماعه احنا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالمبرر موجود مش ازمه. وكده وكده فعلا احنا عارفين اي ماتشات وديه هي للتجربه، وان انا اقف على نقاط الضعف والقوه عندي. مش دي انا ما اعتقدش يا محمد ان الخساره برباعيه ازمه، خصوصا في الاخر يعني هتقول ايه؟ انا خسرت من تلت العالم خلاص، موضوع بسيط يعني، وكمان النتيجه 4-2. بس خلي بالك، ارجع لمباراه تونس امام كرواتيا. نعم، المنتخب التونسي لو انت تابعت المباراه فرض شخصيته وسيطرته على معظم المباراه، صح، وكان الاقرب منتخب تونس، والدليل على كده راحوا ركلات الترجيح، وكان منتخب تونس ليه الافضليه. لا لا لا، كان ممكن كمان يعني كره الجزيره، كان ممكن كرواتيا مره، وكان تونس هو اللي بيلعب فاينل. مش مختلف عليه، انا بقول لك الرد، انا بعمل ايه يعني الشك الثاني عند الطرف الثاني. انا هرد عليك اقول لك في الاخر دي تجربه انا طلعت بيها، انا عشان كده بقول لك دي مش دي الازمه خالص. فنيا دلوقتي ما نقدرش نقيم فني ليه؟ كابتن حسام لسه فعلا ده تاني ماتش يعني، ببساطه ما نقدرش نقيمه فنيا. لكن تعال نقول احنا بعد نهايه البطوله ايه اللي طلعنا منه؟ هو ده السؤال المهم فعلا. ايه اللي طلعنا منه؟ اللي طلعنا منه في مشكله بين حسام حسن ومحمد صلاح، ده اللي طلعنا منه. ده رقم واحد طبعا. طبعا. لا 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 لا، استنى، مش رقم واحد، رقم 2 و3 و4 و5. دي الازمه، الازمه لازم تتحل عشان نبقى واضحين. وانت استشفيت الازمه دي من ايه؟ طبعا كابتن حسام امبارح، كابتن حسام حسن في نهايه المباراه في تصريحات بعد المباراه قال بالنص على لسانه ابرز الغيابات مش ابرز المصابين، عشان الناس اللي بتقول لي على السوشيال ميديا كريم لا كان كابتن حسام يقصد المصابين، لا ما حصلش. كابتن حسام حسن كان كلامه واضح، قال تلقينا الهزيمة وسط غيابات، وراح قايل أول اسم زيزو وكمل بعديه محمد الشناوي، ما ذكرش محمد صلاح حتى لما استطرد. طب هل ممكن في الوقت ده ممكن وأنا بسترسل أو بقول الأسماء ممكن يكون اسمه يقع مني؟ لا، صلاح يقع منه؟ لا، بس صلاح محمد صلاح هو ينفع في الأرجنتين اسم ميسي يقع؟ لا. ينفع في البرتغال اسم كريستيانو يقع؟ في كرواتيا ما ينفعش. مودريتش يقع؟ مودريتش يقع مثلا؟ لا لا، خلينا نبقى واضحين يا كابتن اسامه، احنا خلينا بص يعني خلينا نبقى واضحين بجد والله. احنا بنقول ايه؟ احنا بقالنا فتره قلنا حتى هنا في قناه الاهلي واحنا بنقيم تجربه كابتن حسام حسن، انا قلت، انا وجهه نظري الشخصيه طبعا، قلت كابتن حسام حسن عنده عوامل النجاح اكتر من عوامل الفشل. كان كنت بتناقش مع نهاوند في الاهلي الصباح. ليه؟ حسام حسن هنا انت مدرب منتخب مش مدرب نادي، فبالتالي انت عندك 6 شهور نظري وفي 6 شهور عملي، فانت مش هتدرب، انت مش مطالب خالص انك تصحح مهارات اللاعبين، انت مش ماسكهم يعني بشكل يومي فبتصحح لهم الاخطاء، لا انت بتنتقي افضل العناصر. وكابتن حسام حسن اكيد عارف من خبراته ان المنتخب فيه جزء نفسي ومعنوي وروح فريق طبعا، ربما في بعض الاحيان توازي النقاط الفنيه والتكتيكس والخطط. انت كمدير فني في منتخب مصر ما عندكش الوقت تشتغل بالظبط، انت بتيجي اللعيبه 3-4 ايام. الله اكبر عليك. اهم حاجه الانسجام، ازاي النهارده حب التجميعه دي وتريحهم في اللعب، تعليماتك انت كمدير وتريحهم في اللعب، انت بتحضر خلال ال6 شهور او خلال الشهور اللي قبل كده. لا، وريحك في اللعب يا كابتن اسامه، يعني ما تجيش مثلا كابتن اسامه حسني بيلعب مع النادي الاهلي مهاجم صريح فتيجي لي منتخب اروح لك يا كابتن اسامه خلي بالك انت هتلعب على الطرف، ما ينفعش تغيير طبعا، هجرب حته ثانيه. فخلينا واضحين جدا بصراحه، احنا عندنا ازمه في منتخب مصر اسمها ازمه حسام حسن محمد صلاح ولم تنتهي، وفي مسجات بتتباع ما بين الطرفين. محمد صلاح بيبعت مسج يوم تعيين حسام حسن بانه بيرسل عبارات تهنئه او شكر لفيتوريا، ويعني ايه بيتجاهل تهنئه حسام وابراهيم على توليهم المنتخب. ده حصل فعلا، يروح كابتن حسام رافض انه يكلم محمد صلاح في التليفون ومدي رقم محمد صلاح لكابتن ابراهيم حسن، فكابتن ابراهيم حسن ما يتكلمش محمد صلاح في التليفون ويبعت له مسج على الواتساب، دي مسج، فمحمد صلاح ما عملش سين. عايز رايي الشخصي؟ اتفضل. ممكن الازمه دي تتحل بمنتهى السهوله،
اذا كانت الازمه موجوده زي ما الاستاذ كريم بيقول. ايوه مباراه لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي بيحضرها المدير الفني لمنتخب مصر من ملعب المباراه بيدعم محمد صلاح، الرساله وصلت، الامور كلها اتقفلت، المصلحه في الاخر لمنتخب مصر. صح، بس هي فكره خلينا نتفق على حاجه كابتن اسامه وبرده استاذ جمال يخش معانا. احنا دلوقتي حاليا عندنا مباراه مع بوركينا ومع منتخب غينيا في شهر 6 تمام كده. انا بكل امانه امبارح بقى عندي يقين كده، عندي يقين بدا يتولد عندي ان كابتن حسام حسن مش عايز محمد صلاح معاه في المنتخب.